معالم الحياة هنا مسحت، مبان سكنية دمرت تماماً، وأحياء من يقيمون فيها لاجئون أصلاً سويت بالأرض. بعد 100 يوم من الحرب، الموت في كل مكان في غزة، وإلى جانب الموت وضحاياه 23,000، عدا الباقين تحت الأنقاض، يبقى النزوح جرحاً كبيراً نازفاً في القطاع. الكل شاف المشاهد، أعداد آلاف مؤلفة، شهداء جرحى، اللي ما استشهدش أصيب، ولا ما أصيبش هدم بيته، ولا ما هدمش بيته اتشرد. يعني كارثة أصابت كل مواطن فلسطيني في قطاع غزة. مراقبو الأمم المتحدة قالوا إن الحرب أدت إلى نزوح 85% من سكان غزة، فيما خرج أكثر من نصف مستشفيات غزة عن الخدمة ليفاقم الجوع والبرد المأساة على أهل القطاع. وضع صعب، يعني فيش يوم إلا بنتنقل من مكان لمكان، يعني من الدير لخان يونس لرفع، يعني والأسعار غالية، وفيش بضاعة، وفيش مقاومات حياة، وفيش حياة أصلاً يعني في غزة. منذ اشتداد وتيرة الحرب، نادى سكان غزة بتوفير السلع الأساسية والمساعدات، لتؤكد الأمم المتحدة وتقول إن الأزمة في غزة كارثة صنعها الإنسان وتتفاقم، لتزداد مع مدة الحرب صعوبة توفير الطعام، وتحذير الأونروا أن خطر المجاعة في القطاع يلوح في الأفق. احنا بدنا يعني تنحل الأمور، احنا 100 يوم عدوا صار لنا وما فيش حلول، لأنه أولاد صغار. يعني أنا كم نزحت من جبال يا الشمال، أخوتي 2 متخلفين عقلية كتلوم اليهود، خيمة صغيرة والبرد كتلنا، وما فيش أكل، ما فيش جو، ما فيش إشي، يعني علبة حليب مش قادر أوفرها لعيالي، عيالي عيانين ومرضوا، نت في الشادر مش راضين يعطونا إياها. 100 يوم ولا تزال دعوات دولية وأممية بوقف إطلاق النار تتعالى، و100 يوم مضت على أهالي القطاع كانت بحسب الأونروا عن 100 عام.